منال، كنت عايز اسالك سؤال مهم قوي. الشعب السعودي استقبل ازاي تاهيله لكاس العالم بعد غياب سنين طويله؟ طبعا اكيد بفرحه كانت كبيره، الشباب نزلوا على الشوارع احتفلوا. طبعا احنا عندنا طقوس واحتفالات في الشوارع بتصير، السيارات كلها بتكون بالاعلام الخضراء، نفس السيارات كمان بيرشوها باللون الاخضر، الأغاني التشجيعية يعني، في البيوت كمان صارت في حفلات وعزايم كتير يعني، حتى في البيوت يعني كنا بنحتفل في البيت إنه اليوم عاملين حفلة بمناسبة تأهلنا. والله إيه؟ طب حاجة حلوة جدا والله. طبعا.